خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة وكمان أهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري الممتاز في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ندوة حوارية بعنوان أهمية حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي، وده بمركز الأزهر للمؤتمرات وعبر تقنية الفيديو كونفرنس في إطار دعم كل أوجه التعاون التي تنمي الحوار بين الشعوب وترسخ للسلم المجتمعي وتحقق أهداف العيش المشترك بين الجميع. النهاردة هتنظم كلية الطب جامعة القاهرة في 10:00 صباحاً اليوم التعريفي بمشروع الجينوم المصري بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب بمركز مؤتمرات كلية الطب. النهاردة هينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة دور الهوية المكانية والبيئية في تأصيل الانتماء لدى الشباب، وده هيكون في تمام الساعة 10:00 صباحاً بكلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر. لعشاء الدوري المصري النهارده هيكون معادنا مع مباراتين حماسيتين، فريق مودرن فيوتشر هيواجه المقاولين الساعة 4 العصر على استاد السلام، والإسماعيلي هيواجه الزمالك الساعة 7 مساء على استاد الإسماعيلية.